بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الثالثة للصف الثاني الثانوي، طبعا بتتكلم عن The future of food اللي هو مستقبل الطعام. هنبدأ ونقرأ أول جزء من الكلمات ونشرحها، ونقرأ listening وreading إن شاء الله، ونحاول نجاوب الأسئلة اللي عليهم. طبعا اول كلمه agriculture اللي هي الزراعه. الزراعه دي تعتبر ايه؟ الزراعه دي تعتبر science، يعني العلم بتاع الزراعه، يعني وهنا بيتكلم على العلم نفسه بتاع الايه، بتاع الزراعه. فدي بيسميها لي science of farming. كلمه farming برضو يعني زراعه، فهو بيقول لي الزراعه دي اللي هي science نفسه بتاع الايه، بتاع الفارمنج. تمام، عشان في كلمة تانية اسمها ايه؟ اسمها cultivation بالشكل ده. cultivation دي بقى دي اللي هي البريبيرنج، التجهيز لجروينج بلانتس، التجهيز لزراعة النباتات. يعني زي ما انت مثلا الزراعة ده العلم نفسه، فاهمين؟ اما الكالتيفيشن ده تجهيز الارض بقى وايه وكده لزراعة النباتات. تمام، وفارمينج برضو اللي هي الزراعة. طيب كروب بقى، كروب اللي هو محصول، المحصول نفسه، وجمعها كروبس اللي هي محاصيل. في كلمة بقى اسمها ييلد اللي هي بنقول عليها برضو غلة او محصول، بس دي نقدر عليها الايه، التوتال، يعني نقدر نقول عليها التوتال اماونت، الكمية الكلية، الكمية الكلية للحاجة دي، للمحصول ده مثلا، او للمحاصيل، او للارباح، او يعني بناخدها بمعنى الكل للحاجة. تمام، ايرث بقى الكرة الارضية، وانتوا عارفين بقى ان احنا عندنا حاجة اسمها لاند. طبعا لاند دي اللي هي اليابسة، الجزء اليابس. يقول لي الكرة الارضية كلها 71 مية و29 يابسة، اهي هي اليابسة دي اللي اسمها ايه، اللي اسمها لاند. عارفين برضو ان احنا عندنا كمان حاجة اسمها جراوند، دي الارض اللي بنمشي عليها العادية، الارض العادية اللي بنمشي عليها. عندنا كمان سويل بقى اللي هي التربة الزراعية اللي بيتزرع فيها. اما ايرث بقى اللي هي الكرة الارضية نفسها. تمام، طيب انوفيشن ابداع او ابتكار او فكرة انك انت يعني بتستخدم طرق جديدة لحاجات معينة، فانت بتستخدم افكار جديدة. تمام، هيبقى عندنا بقى كلمة اسمها كرياتيفيتي طبعا اللي هي الابداع برضو، او استخدام المهارات او التخيل عشان تنتج حاجة جديدة برضو او حاجة معينة. تمام، طيب بعدين الماشية بقى، اللايف ستوك الماشية اللي هي دايما بتتمثل في الكاوز، البقر، والشيب، الغنم وكده يعني. تمام، في كلمة بقى عندنا تاني اسمها كاتل اللي هي برضو ماشية، تدي معنى ماشية. خلي بالكم من كاتل اللي هي الغلاية بتاع الشاي دي، لا مش هي طبعا. تمام، دي بقى ايه، ماشية تاني، نفس تدي معنى الماشية كده، بس كل الحكاية ان دي بقى ايه، بتتربى عشان ياخدوا منها الملك، اللبن، وعشان ياخدوا منها الميت، اللحمة وكده، تتمثل في الثيران والبقر وكده. طيب برودكشن بقى عملية الانتاج نفسها، وانتو طبعا عندك الفعل بروديوس اللي هو ينتج. تمام، وبرودكت منتج، لو انت عايزين كلمات كمان، بروديوس ينتج. تمام، طيب بعدين برودكت بقى، برودكت اللي هو منتج نفسه. تمام، وبرودكشن اللي هو انتاج، وممكن اقول كمان برودكتيف اللي هو ايه، منتج، وهكذا. سستينابل خدناها طبعا في سنة اولى ثانوي، اللي هي الحاجة المستدامة اللي دايما معانا على طول. سورس مصدر طبيعي، وتسوي برضو كلمة ريسورس، يعني انت ممكن تشوفها بالشكل ده وممكن تشوفها بالشكل ده. تمام، variety اللي هي تنوع او متنوع من الاشكال، وعندك الفعل بتاعها vary يعني يختلف او يتنوع، والصفة بتاعتها اسمها various يعني بصيغة او بشكل متنوع. تمام، طيب نيجي بقى برجر بقى اللي هي شريحة الهمبرجر اللي احنا عارفينه، عشان في ناس بيقولك يا العيال كلوه لا يو زي اللحمة بالظبط، فما فرقوش بين طعمه وبين طعم اللحمة. كوس يعني سبب او يسبب، ولو انا خدتها اسم بمعنى سبب تاخد بعد منها اوف دايما. تمام،
طيب لو انا خدتها فيرب بقى بمعنى يسبب، قال لي يجي بعديها المفعول وتو المصدر، يجي بعديها المفعول وبعد المفعول بقى انا هاخد ايه؟ هاخد تو المصدر. ركزوا في الكلام ده، cause me to do كذا، يعني هو سبب لي يحصل فيا كذا، تمام؟ يبقى بعد كده هاخد تو وزائد المين زائد الانفينيتيف اللي هو المصدر لو استخدمتها فيرب يعني، تمام؟ على عكس reason بقى، عشان reason برضو محتاجها شوية، هقولها اهو reason. طبعا reason يعني سبب، بتاخد بعدها for او why، تمام؟ for او why. بس لو خدت for هاخد الجيراند اللي هو الفعل زائد ing، ولو خدت why بقى هاخد ايه؟ هاخد جملة كاملة من بابها بقى. هقول مثال: the reason for playing، السبب للعب كذا كذا. the reason why I played، السبب لماذا انا لعبت، وهكذا، تمام؟ طيب ماشي، وتنفع فيرب برضو. نيجي بقى بعد كده وصلنا لحد كيميكال، مادة كيميائية. climate change، التغير المناخي، وقلنا قبل كده الفرق بين climate وweather، الطقس كتير. continue يعني يستمر، create يعني يخلق او ينتج او ينشئ حاجة، damage يعني يتلف او يدمر، وتاخد قبلها دايما ايه؟ دايما قبلها do، وتساوي عندي الفعل اللي هو اسمه destroy. destroy برضو يعني يدمر، destroy بالشكل ده معناه ايه؟ يدمر. الفرق بقى ان ده مش دي تلف يعني، انما ده خلاص بقى تدمير، ده مش هيخلي، تمام؟ دراي يعني جاف او يجفف، وطبعا عكسها ويت اللي هي مبلل. افكت اللي هي تأثير، تساوي امباكت اللي انت خدتها في اولى ثانوي، وكمان تساوي حاجات كتيرة، بس خد بالك من الفعل منها بقى ايه؟ افكت. افكت يؤثر على بدون حرف جر، اما افكت وحدها اللي هي تأثير ممكن تاخد حرف الجر اون، تمام؟ الكتريك بقى يعني كهربي، الكتريسيتي الكهرباء نفسها، انرجي طاقه، انفايرمنت البيئه. انكريز يعني يزيد، لو فعل ولو اسم تبقى زياده وتاخد بعديها ان، ويبقى عكسها بقى ان انا اشيل الان دي واحط دي اي واقول ديكريز. ديكريز يبقى ديكريز معاها ايه؟ معاها نقص، تمام؟ انستد يعني بدلا من ذلك، وتاتي في اخر الجمله بدون حروف جر، اما لو جت في نص الجمله يبقى لازم يجي بعديها اوف، وكمان ممكن اجيب بعد اوف الايه؟ الاي ان جي. اقول مثلا الرياضه احسن من مشاهده التلفزيون، اقول سبورتس ار بيتر، او ان انا اقول انستد اوف واتشنج تي في، وهكذا. انفولف تستخدم بيتضمن او يتورط، لابوراتوري او لابوراتوري يعني معمل، لاند بقى شرحنا خلاص موضوع الارض ده، ليفل مستوى معين، مستوى سطح البحر مش عارف ايه، منشن يعني يذكر، حتى يقول لك الفيسبوك ايه؟ اعمل لي منشن، اعمل لي منشن هنا عشان يجي له اشعار وكده. نيجاتيف سلبي بقى، وعكسها طبعا ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف اللي هي ايجابي، بوزيتيف اللي هي ايجابي. بيرسنت يعني في المية، في المية اجيب قبلها رقم معين، النسبة المئوية يعني، تمام؟ بالمية، عشان في كلمة اسمها بيرسنتيج، نفس الكلمة كده وبتضيف لها كلمة ايش في الاخر، دي ما بتحتاجش رقم قبلها، دي معناها مئويا بقى، تمام؟ طيب ريال بقى يعني حقيقة، وعكسها unreal. remove يزيل، وريسيرشر يعني باحث، من الفعل سيرش وريسيرش. سيف بقى اللي هو ينقذ او يوفي. seriously بجدية او بخطورة، وطبعا الصفة منها اللي هي serious، بس اللي هي خطير او جاد يعني في كلامه. بعدين solution حل، الفعل منها اللي هو solve يحل. بعدين southern، southern بقى يعني جنوبي، يجي بعد منها البلد على طول، يعني عشان مثلا في ايه؟ مثلا ممكن اقول in the south of، in the south of كذا، اجيب البلد بعد كده. اما southern دي ما بتاخدش بقى ايه؟ اوف ولا ان ولا كده، على طول البلد مباشرة. space بقى يعني فراغ او فضاء او مساحة. technology التكنولوجيا، united nations الامم المتحدة. vehicle بقى اللي هي ايه؟ مركبة او اي حاجة انت ايه بتركبها كمواصلات يعني. بعدين destroy خلاص اتكلمنا عنها، هي ودمج. بعدين education اللي هو التعليم. environment البيئة. gas grow ينمو او يزداد او يتردد او يزداد سوري. guest يعني ضيف، وخد بقى ايه؟ host اللي هي مضيف. يبقى في فرق بقى
ده اللي بيضيف الناس، ده الضيف اللي جوه البيت بقى. تمام، واضح المعنى. انفست يعني يستثمر، ومنها انفستمنت اللي هو استثمار، وانفستور مستثمر. ايلاند يعني جزيره ما بنطقش حرف الاس. اورجانيزيشن منظمه. بوبوليشن السكان. بروجكت يعني مشروع. تاخد قبلها دو عادي، انت لو هتعمل مشروع يبقى دو هتعمله، وممكن ياخد اون بعد منها. تمام. رين فورست الغابات الاستوائيه. ستاف قال لي اشياء او مواد، حاجه حشو كده يعني. فيجيتيريان ده شخص نباتي، يعني ما بياكلش ايه، ما بياكلش لحوم خالص، ده بياكل حاجات نباتيه. اريا منطقه او مساحه، وكنا شرحنا قبل كده كلمه، عندنا كلمه اسمها ديستريكت. ديستريكت يعني منطقه برضو. وعندنا كمان، عندنا كمان ديستريكت، وعندنا كمان ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، كلمه ريجن يعني منطقه. الفرق بقى ان ديستريكت اللي انا كتبتها الاول دي حي سكني، حي سكني. تمام. اما ريجن بقى منطقه جواها مناطق كتير، يعني زي ما اقول منطقه الخليج العربي وكده. اريا بقى منطقه او مساحه من الاماكن يعني. تمام، عادي منطقه هنلعب فيها، منطقه مش عارف ايه، تلاقيها اصغر واحده. كابيتال العاصمه. سنترال وسط او متوسط. تشاريتي يعني جمعيه خيريه. كوتون يعني قطن. ديكيد يعني عقد 10 سنوات. انكارج يعني يشجع. اكزام اختبار، طبعا انكارج تاخد طول المصدر. اكسترا اوردينري حاجه غير عاديه، غير عاديه يبقى مميزه، مميز او رائع. توريزم السياحه. سكسس نجاح. ستيشن محطه. رينفول شلال المطر او سقوط المطر. بوبوليشن خلاص قلناها. بترول بنزين. بيرسويد يعني يقنع. لوكال محلي. فيرنيتشر يعني اساس المنزل، وتاخد قبلها ميك، ميك فيرنيتشر. تمام. according to طبقا لي. as a result نتيجه لذلك. get worse يزداد الامر سوءا. cut down يقطع او يزيل شيء. difference between اختلاف بين. hope for امل لي. increase by يزداد بنسبه كذا. instead of بدلا من. kind of نوع من. learn about يعرف عن. make money make more money يجيب مال زياده. tell the difference يقول الفرق. هنا طبعا بتعرف لي الفعل قبل الايه، قبل الحاجه يعني. years to come سنوات قادمه. look for يبحث. remove from يزيل. solution to حل لي. taste of مذاق لي. variety of تنوع من. work with يعمل مع. لما نيجي نقرا نص الاستماع بيقول لي what do you think the impact، اهو جاب impact اهي اللي هي قلت لكم تاثير عليها، اللي هي كانت بتاعه اولى ثانوي، على اساس ان هو بيربط الدنيا ببعضيها. تمام. what is the impact، ايه بقى تاثير ال over population، الزيادة السكانية المكتظة يعني على الأرض. فبيقول لي according to اللي لسه قريناها اللي هي طبقا لي، طبقا لي according to طبقا لي الولايات المتحدة. there will be almost 10 billion people in the world by 2050، على حلول سنة 2050 هيبقى 10 بليون شخص على الأرض. فبيقول لي as a result نتيجة لذلك. we will have to، we will have to increase our food. استخدم هنا زمن المستقبل زي ما احنا نشرحه، جاب بعدين الفعل في المصدر احنا will، واستخدم have to اللي هي يضطر الى، فعاوز يقول لي سوف نضطر الى ان احنا increase نزيد الطعام بتاعنا، او نزيد البرودكشن الانتاج بتاع الطعام بتاعنا بنسبة about. يبقى كده انا هظبط بقى معايا ايه كلمة increase، واجيب الحاجة وبعدين buy. increase by، increase by يزداد بنسبة كذا. تمام، اللي هي دي يزداد بنسبة 70%. ومع ذلك الفلاحين don't have space to keep more livestock، حتى الفلاحين ما عندهمش مساحات علشان يربوا فيها الماشية. and grow more crops ولا يزرعوا محاصيل اكتر. instead بدلا من ذلك. we they will need محتاجين، will برضو اللي هي المستقبل. they will need to look for يبحث عن more sustainable solution حلول مستدامة. and this will involve producing wider variety of food، والكلام ده هيفضل بقى متضمن انتاج تنويعة واسعة جدا من الطعام. how would you feel about eating a burger that was grown in a laboratory، بيقول لي بقى شعورك ايه بقى لما تيجي تاكل حبة برجر مثلا نمت او انتجت في معمل. العلماء بيعتقدوا ذات could be more sustainable than keeping livestock، بيقولوا ان الحاجة دي ممكن تبقى اكثر استدامة من انك انت تربي الحيوانات.
some of the people who have eaten these burgers, بعض الناس اكلوا البرجر ده, that they can't tell the difference, tell مع difference اللي احنا قلنا عليها, مش هيقدر يقول ايه, يقول الفرق يعني between the new burgers, بين البرجر الجديد واللحمة الحديد واللحمة اللحمة الحقيقية يعني. بيقول لي بقى changes, تغييرات that can save the land, تغييرات ممكن تحفظ الأرض. الباحثون من الولايات المتحدة وجدوا أن بعض أنواع الزراعة are seriously damaging the land, تتلف الأرض بجدية بخطورة, في صناعات معينة بتبوظ الايه الأرض. This is not sustainable, ودي حاجة مش مستدامة. If farming continues to cause so much damage, لو أن الزراعة استمرت, يبقى هنا استخدم الزراعة بدل agriculture, يعني هنا قال الزراعة وهنا قال agriculture. لو أن الزراعة استمرت to المصدر to cause so much damage, عشان تسبب دمج كبير, will not be enough land, مش هنلاقي في أرض بقى نفضل نزرعها مش عشان ننتج منها حاجة. في أوروبا معظم الدمج التلف ده due to, كلمة due to يعني بسبب, تمام, بسبب ان الفلاحين بيستخدموا too many chemicals, مواد كيميائية كتيرة, so they will need to find new ways to help their crops, هيحتاجوا طرق جديدة عشان يزرعوا محاصيلهم, without having to use so many chemicals, من غير ما يستخدموا مواد كيميائية. في southern Africa, قلت لكم southern بتاخد البلد بعدها على طول, في جنوب افريقيا او افريقيا الجنوبية عموما يعني, البروبلم is that there is too much rain, في مطر كتير هناك, in the summer, in the future, في المستقبل, we can expect, نقدر نتوقع ان الفارمرز الفلاحين في افريقيا الجنوبية will be using innovations in technology, ابداعات وطرق جديدة في التكنولوجيا علشان يزيلوا الووتر from the land, المية من الارض, and use it elsewhere, ويستخدموها في مكان تاني. Why does farming cause damage to the land? ليه بقى الايه الزراعة بتسبب تلف للأرض؟ طبعا بسبب استخدام الايه المور كيميكالز, المواد الكيميائية الكتيرة. هنا بقى بيتكلم عن the future of forests. The future of forests اللي هو مستقبل الغابات والأشجار وكده, والحاجات دي آخرها فين وأولها فين. بيكلمني الأول عن, بيقول لي the world has been losing millions of trees. طبعا كلمة millions ملايين ما بتاخدش اس اذا جاء قبلها عدد, لكن عادي بقى ايه طالما ما جاش قبلها عدد عادي. هو بيقول ان العالم بيخسر ملايين من الاشجار من الغابات المطيرة يعني. every year, كل سنة, for a long time, لوقت طويل, اشجار كتيرة بقى قطعت, so that, لذلك we have wood to make furniture, بناخد منها الخشب علشان نعمل ايه الفرنيتشر, يعني انت بتصلح ساقية وتخرب طحونة زي ما بيقولوا, فما ينفعش. فهو بيقول لي بقى make furniture and many more get cut down because people need the land to grow food, ناس تاني بقى بتشيل الشجر علشان تزرع في المكان ده, تمام. هوفر, ومع ذلك there may be hope for امل لي, هناك امل لي the future, because countries, الدول around the world are changing the way, بتغير الطريقة اللي احنا بنفكر بيها في الأماكن المهمة. بيقول لي التغييرات دي بدأت منذ وقت طويل في مكان, أول حاجة في كوستاريكا الموجودة في سنترال أوروبا, around حوالي 60% من الغابات المطيرة في المكان الصغير ده, we lost, فقدناها في سنة 1980. بعد سنة 1990 بعدها ب20 الجوفرنمنت الحكومة started working with, بدأت العمل مع الفارمرز لوكال الفلاحين المحليين يعني, تمام, علشان وبرسويدت اقنعتهم ان هم look after يعتنوا بالغابات المطيرة instead of, بدلا من, قلت لكم بتاخد ING, بدلا من قطع الاشجار, هما بيقطعوا الاشجار عشان يجيبوا منه فلوس, تمام. طيب لو هما بطلوا بقى واعتنوا بيها هيجيب لهم سياح. فبيقول لي الكلام ده encourage tourists, الفعل encourage, يشجع, ياخد بعد منه مفعول وبعد المفعول to المصدر, شجع السياح ان هما يزوروا البلاد دي, وطبعا فلوس السياحة اكتر من الفلوس اللي كانوا بيعملوها. فبيقول لي local people, الناس المحليين started to make more money, يبقى money برضو بتاخد make, بدأوا ان هما يعملوا فلوس اكتر من السياحة اكتر من قطع الايه, اكتر من قطع الاشجار. بيقول لي بقى ده كان great success, كان نجاح عظيم, بس الاشياء get worse, بدأت الاشياء تزداد سوءا
في اماكن اخرى في العالم زي الامازون رين فورست، زي الغابات الموجوده في الامازون. حتى 2004 this may people and governments ده بقى خلى كثيرا من الناس والحكومات حول العالم بدات ان هي تعمل التغيير ازاي هم بقى يحافظوا على الاماكن دي. The number of trees عدد الاشجار بقى cut down التي قطعت هناك has been getting smaller every year. يعني many parts of the amazon rainforests اجزاء كتيره من غابات الامازون are now protected دلوقتي محميه like كوستاريكا it's hoped من المؤمل بقى ان مور بيبول ناس كتير will be visiting بتزور بقى وتستمتع بالاكسترا اوردينري بليس المكان المميز او الرائع اللي هيبقى في المستقبل. في النهاية we can all نقدر جميعا نتمنى ان our children اطفالنا will be learning يتعلموا عن الغابات الغابات عموما for many years to come للسنين اللي جاية. لما نيجي نحل التشيك بيقول لي most of people معظم الناس في مصر يعملونا في كذا and fishing والصيد يعملونا في الحاجة دي والصيد طبعا يعملونا في الاقتصاد والادب والزراعه والثقافه طبعا كلنا فين زراعه وصيد يعني معظم اغلب الحاجات يعني. منوفيه جوفرنوريت محافظه المنوفيه يوجوالي برودكتس جود كذا بتنتج جود كذا از سلاندر ده خصبه يبقى بتنتج ايه بقى بتنتج كروبس اللي هي محاصيل خصبه محاصيل جيده لان ارضها ايه خصبه. He bought a good horse اشترى حصان كويس at a market كسوق يعني where كذا is bought and sold حيث تباع في الاماكن ده وتشترى الحاجة دي يبقى live stock اللي هي الماشية. We all believe that cycling نحن جميعا نعتقد ان ركوب الدراجات is a totally not form of transport believable avoidable يتجنب noticeable sustainable طبعا حاجة ايه حاجة مستدامة من وسائل المواصلات مش هتتغير على اساس انها بتقضي في تنجز في المشاوير القصيرة يعني. الكمباني وير اي ورك الشركة اللي انا شغال فيها بتبيع كذا اوف جاردنينج برودكتس يبقى بتبيع تنويعة تشكيلة من بعدين ذا جوفرنمنت الحكومة لازم تعاقب اي مصنع اللي بيرمي نفايات في النهر اللي بيرمي كيميكال ويست نفايات كيميائية علشان دي بتقتل على طول. يانج تريز الاشجار الصغيرة محتاجة ان هي بتتحمي علشان بريفنت تمنع كذا فروم ذا ويند علشان تمنع ايه بقى من الرياح. طبعا هو بيقول لي رطوبة اللي هي هيوميديتي وهي برضو ميوزشر فطبعا احنا ناخد دامج يمنع التلف عموما من ايه من الرياح ان هي ما تتلفش يعني. The young man filled the كذا الرجل الشاب ده ملى الكذا كاتل with water بالمية and with وفتحها يعني يبقى ملى الالكتريك ولا الالكتريكال ولا الالكتريد عاوز يقول للكاتل الكهربي يعني فهناخد الكتريك اللي هي كهربي. The number of visitors عدد الزوار بتاع المتحف من 2 مليون ل 5 مليون يبقى كده increased عشان ده تزايد يعني. We live on a hill احنا عايشين على هيل which is more than اكتر من 400 متر above sea level يعني عايز يقول لي فوق مستوى سطح البحر. ليفربول كلوب نادي ليفربول is not in popularity عاوز يقول لي النادي بيزداد في الشعبيه بتاعته بفضل محمد صلاح يعني الناس بتحب النادي عشان محمد صلاح يبقى احنا نقول الشعبيه بتاعته ايه بتزداد growing. النقط از ا بيرسون شخص اللي هو ما بياكلش لحمه ولا سمك يبقى ده الشخص النباتي اللي هو الفيجيتيريان. الاولد مان الراجل العجوز نقط هيز لايف سيفنجز مدخرات حياته يعني ان هيز دوترز فيرنيتشر ديزاين بزنس يبقى الراجل ده استثمر بقى استثمر الحاجات بتاعته. استراليا هاز الو نقط ديستينيتي ذات از واي زي ويلكم يبقى عندها بوبوليشن بقى بوبوليشن السكان قليلين عشان كده هي بترحب بالناس المهاجرين اليها. الخبراء وورن يحذرون ان الامازون كذا از ريلي جريت دينجر في خطر عظيم بسبب الكنتينيوس فايرز طبعا رين فورستس بسبب خطر عظيم بسبب الحرائق. هنا بقى جايب لي تعريفات agriculture الزراعة هي ال practice science ممارسة او علم الزراعة
الكروب المحصول بقى، المحصول بقى هو بلانت نبات ساتش زي القمح كده، زي الرز، زي الفواكه عموما، بيزرع بواسطة الفلاحين ويستخدم كطعام. تمام. الايرث اللي هو البلانت اللي هو الكوكب نفسه اللي احنا عايشين عليه. الانوفيشن الابداع اللي هو مقدمة بقى لافكار جديدة او طرق جديدة. اللايف ستوك الانيمالز زي البقر والشيب اللي هم بيتربوا في المزرعة. البرودكشن الانتاج اللي هي عملية ميكنج جروينج سينجز تو بي سولد سبيشالي ان لارج كوانتيتيز، بيع وحاجات المحاصيل الزراعية مثلا او اي حاجة بتتعمل في كميات كبيرة. سستينابل حاجة مستدامة ايبل تو كونتينيو، مستمرة ويزاوت كوسنج دامج، بدون تلف في البيئة. سورس شيء او مكان او نشاط معين يو جيت سام ثينج فروم، انت بتاخد حاجة منه يعني. فاريتي اللي هو الديفرنس، الاختلافات داخل مجموعة معينة او شركة او اجهزة معينة علشان تخليها ممتعة يعني تشكيل. تعالوا بقى على التمارين العامة. بيقول لي اول سؤال، ذا بيبل ليفينج نير ذا فورست، الناس اللي عايشين جنب الغابة. كليرد ذات ذا لاند تو يوز ات فور، ان هما بيستخدموا الارض اللي هناك فين، طالما جنب الغابة يبقى الارض بيستخدموها دي للصيد ولا للاختراع ولا للبحث ولا للزراعة؟ طبعا اجريكالتشر، بيستخدموها للزراعة. قطن القطن has always been an important كذا in Egypt، يعتبر ايه في مصر؟ يعتبر كروب، يعتبر محصول في مصر عبر ملايين السنين. الحكومة بتتمنى ان هي تنجز نمو اقتصادي، نمو اقتصادي مستدام ولا متجنب ولا غير حقيقي ولا غير متاح؟ اكيد نمو اقتصادي مستدام. الطلبة عرض عليهم، مبنية للمجهول، ار اوفرد اواي دي كذا، عرض عليهم حاجة كبيرة بقى، اوف كورسز ان ذس تريننج سنتر، يبقى عرض عليهم تشكيلة بقى، تنوع من الكورسات علشان يدرسوها. ذا كلوجر اوف فاكتوري ويل كوز جريت كذا to the local economy، انغلاق يعني او الحاجة لما تتقفل مرة واحدة بتسبب ايه بقى to the local economy؟ بتسبب دمج، تلف للاقتصاد عموما. more not cars، العربيات اللي هي كذا بتتباع في اكتر من السنة اللي فاتت، يبقى العربيات الالكتريك الكهربائية. الجفرنمنت الحكومة بتعمل مجهودات عظيمة جدا عشان تشجع نقط in industry، عشان تشجع ال innovation اكيد اللي هي الطرق الجديدة او الابداع او الابداعات فين في الصناعة. scientists fear that there will not be much land available for food، يتخوف العلماء من عدم وجود ارض للزراعة من اجل نقط الطعام في المستقبل، من اجل التأثير ولا النية ولا الانتاج، وطبعا الانتاج من اجل انتاج الطعام في المستقبل. بعض الفلاحين الطماعين بيستخدموا سبيشال كذا علشان يخلوا المحاصيل تنمو اكتر، بيستخدموا سبيشال كيميكالز، كيميكالز مواد كيميائية خاصة بتخلي المحاصيل تنمو بسرعة اكتر شوية يعني، وطبعا ده غلط اصلا علشان ده بيسبب امراض وكتير 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 بقى زي ما انتوا عارفين. The president، الرئيس، has announced، أعلن، a plan to not new jobs، أعلن خطة علشان create ينشئ وظائف جديدة. The water of the factory، مية المصنع بقى، is heated using نقط from the sun، مية المصنع سخنت استخدام ايه من الشمس بقى؟ أكيد ال energy، استخدام الطاقة من الشمس. The test will كذا answering question about a photograph، التست بقى ويل عايز يقول لي هنا بقى هيشمل بقى، هيشمل معاه اسئله عن الباراجراف. تمام. طيب بعدين the government، الحكومه، should make a new policy، لازم تعمل سياسه جديده علشان تحمي الايه، البيئه ولا العماله ولا العلاج ولا الدفع، تحمي البيئه. كورونا فيروس بعد بانديميك، الوباء بتاع كورونا والعياذ بالله، هاد كذا انفلونس اون تريد، ليه تاثير كذا على التجاره، اكيد ليه تاثير نيجاتيف سلبي، مش تاثير ايجابي بقى ولا مؤثر ولا اوبريسيف. النقط اذا بيرسون، الشخص اللي هو بيدرس بعنايه اند ترايز، وبيحاول ان هو يكتشف حقائق عن الحاجه دي، الخريج ولا المستكشف،
ولا الباحث ولا الكمساري؟ اكيد الشخص الريسيرشر الباحث هو اللي بيدور على الحاجات دي. she runs هي تدير اكذا. ذات جيفز بوكس بتدي الكتب للاطفال الفقراء مجانا. يبقى الست دي بتدير ايه بقى؟ بتدير تشاريتي. تشاريتي اللي هي جمعيه خيريه، تمام؟ فهي علشان كده بيقول لي فور فري، اخر حاجه اللي هي مجانا دي. بعدين بيقول لي كينزي جوينت ذا كذا، انضمت للسبورتس كلاب، للنادي الرياضي قريبا من بيتها علشان تمارس تنس وفيفوريت جيم. يبقى لوكال، يبقى لوكال حاجه محليه بقى تبع البلد بقى. طيب وي شود دو مور اند مور ايفورتس، لازم نبذل جهود اكتر واكتر. تو نقط ماني، عشان نعمل ماني بقى، تمام؟ فور اور نيو بروجكت، يبقى نوفر الفلوس للايه؟ للمحصول الجديد، للمشروع الجديد. العلماء ار وركينج هارد، يعملون بجد. تو فايند نيو كذا، عشان يلاقوا حاجه جديده للمشاكل البيئيه، يلاقوا حلول جديده ولا اسباب جديده ولا تصميمات جديده ولا حبكات جديده. طبعا سوليوشن، حلول جديده. When we cut down rainforests، لما بنقطع الغابات دي، some of animal habitats، بعض المواطن بتاعت الحيوانات، are totally destroyed، تتدمر تماما، ما بيبقاش لها ايه؟ وجود. هنا بقى بيقول لي cooperation، التعاون، and teamwork، والعمل الجماعي، are two necessary qualities، صفتين ضروريين، for the كذا and progress، للتقدم والنجاح. يبقى انا هنا عايز كلمه النجاح عشان كلمه التقدم اسمه اسم. eating fast food، كونك هتاكل الطعام اللي راحت فين يا جدعان؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، راحت فين بقى اللي كنا فيها؟ لعب العيال اللي بيحصل مره. ايوه، طيب الصوره مش عارف عملت كده ليه. المهم بقى كنا في eating food fast food، اكل الطعام السريع ده. will eventually have a bad، هيبقى ليه bad كذا على الصحة. قلنا احنا شرحنا effect وقلنا بتاخد on كمان، تمام؟ ايه ده؟ لا اله الا الله. يبقى effect بقى اللي هو تأثير على الصحة. the food factory، مصنع الطعام، was able to، قدر ان هو نقط more money. طبعا احنا خدنا في التعبير قلنا make more money، قلناها في الكلمات وشرحناها في ال reading. as my cousin is color blind، color blind يعني عنده عمى الوان. هي كانت نقط ذا ديفرنس، قلنا كلمه ديفرنس بتاخد تيل، كل ده اتشرح الحمد لله، ما يقدرش يقول الفرق يعني ما بين الالوان. ذا تيست، نقط هامبرجرز اند سوسيج از وات اتراكتس بيبل تو باي ذم. طبعا هو عايز حرف الجر اللي بيستخدم مع كلمه تيست، وهو طبعا اوف، تمام؟ unfortunately لسوء الحظ، as time based، بما ان الوقت عدى، يعني things not worse، خدنا التعبير بتاع get worse اللي هو الاشياء تسوء او تزداد سوءا. I decided to try tennis instead of، برضو instead شرحناها وقلنا بتاخد off بعدها. success was achieved، النجاح حقق، as a result of the good كذا، كنتيجة للgood كذا of the new manager. يبقى الorganization ولا الorganize؟ طبعا ذا جود اورجانيزيشن، المنظمه الجديده بتاعت الايه؟ بتاعت النيو مانجر، المدير الجديد. كلمه اجنور اللي هي تدي معنى يتجاهل، كلمه اجنور تدي معنى يتجاهل، عكس بقى كلمه ايه؟ يعني هي يتجاهل، يبقى عكس، عكس ان هو يهتم يعني، تمام؟ طيب هنا بقى يتجاهل الحاجه عكسها، جايبها ان هي يطبق ولا يهمل، هو عايز العكس مش مش المرادف، عشان نجلكت دي المرادف. لا، يبقى منشن بقى هي الوحيده اللي تنفع. بعدين الاسم outcome is an antonym، antonym to the noun، يبقى هو عايز الانتينام بقى، يبقى عايز المضاد، العكس بقى، العكس بتاع كلمه outcome. outcome يعني عاوز يقول الحاجات الايه اللي هي بتبقى خارجيه، هيبقى عكسها الايه بقى؟ الاصليه او المصدر يعني. فهو عاوز كلمه source الاولى دي، تمام؟ طيب دول كانوا اخر حاجه في الجزء الاول، هنشرح الجرامر ان شاء الله ونجاوب بنفس الطريقه. بتوفيق للجميع، لايك وشير لزمايلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.